أفقر بيت في العالم. وليه بقى؟ لأني كنت عايز أجيب الحاجات دي، كان نفسي فيها جدا وحوشت لها وما قدرتش اجيب بيت عدل غير ده، وده مش بيت عدل اصلا، بس مواردي قوية. بصوا يا جدعان، ده انا ممكن اجمع لكم استخدم بسرعة جدا، ممكن اجمع لكم استخدم بأسرع حاجة ممكنة يا جدعان. دي أسرع حاجة ممكنة؟ الشافل ده أسرع حاجة في العالم، بأسرع من أي شافل في العالم. شافل في العالم، شافل في العالم، خلاصي معلش يا شباب. أنا بقى معايا البيت ده، والحمد لله القرية دي عكس اللي أنا كنت فيها، كانت فيها وحوش القرية اللي فاتت، عكس دي تماما الحمد لله. وكمان يعني معايا شوية فلوس. ايه ده؟ ده انا غبي قوي، معايا شوية فلوس، ما اخلي الراجل ده يديني فلوس. يلا بقى، يلا خليني من بره القرية دي، ده انا غبي قوي، ما انا معايا فلوس قد العالم. لا بجد انا غبي، ما انا ممكن اشتري البيت الكبير ده. انت غبي فعلا. اخلصي بقى حيوانة عجلة، خليكي في. طب هاتي العب انا بقى عجلة، معلش. يا سلام يا سلام يا سلام، قوم يا جدع، هاجر منك البيت ده، امسك قوم قوم. طب هو ده طالما انا اديته فلوس هيعملوا ايه؟ ده مات اصلا. الشافل ده قوي جدا، ده 7 وده 6، يعني ده اقوى دمج من بعد السيف. خليني اخد. يا حرامي يا حرامي، تاخد شوية فلوس يا حرامي. اقعد انت، ما انت اجرت منك بيت. تريك ماكس، وده بقى بتاعي بقى. الله، ما احلى الحياة في البيت الكبير. ودين بكاكس سريعة وقوي، وطبعا ده شكل المدخل وشكله جميل فعلا. انا جاي من ايطاليا، وان شاء الله هروح تاني واوريكم المنظر هناك. قصدي لا مش ايطاليا، بس ثانية ثانية، مش ايطاليا بقى. بصوا، هو مكان كده فيه تركي كتير جدا، يعني شبه انجلترا بس مش انجلترا. ده انا بقيت، ده انا ايدي قوية جدا، ايدي قوية يا شباب، شكلي من كتر ماسك السيف. ايه ده ايدي قوية جدا. ده يلا نروح نروح. ده العبط انت مسكتها بالسيف. خلاصي عبيط زي وشك شباب. شفت ايدي جامدة ازاي؟ مش دعوة بنت حيوان يا عجل، يا تخينة منك. الله، هو كلمنيش عن نفسك. لا. اجمل بيت، وهو اللي عجبني هو البيت الرائع ده. طب بس انا لسه ما شفتش ايه اللي موجود في الصناديق. واو، الماس دايموند بلوك الذهب، عم بيها ايه الحلوة دي؟ خليها هنا. مشروب، انا بحب المشروب. يا لهوي على كمية. لا ناخد الصندوقين دول طبعا. ده شبه اللي عندي،
زمان ده كان شاغل عندي، هو قصد من نفسه الفر. ممكن الريبورت ده عن بي حاجة مفيدة. البيت ده شكله جميل. خليه هنا بقى، انا مش محتاجه. مش مناسب. فوق السرير مش هيعرف ينام. خلي الليفر ده برضه احتياطي. الحاجات الهبلة اللي انت عايزني اشتريها حاسب؟ ها حاسب، هبهدلك. خلينا اجرب. لا طب تعالى، انا مش فاضي غيرك وانت. اوف انت، انا قتلتها طبعا. وانت بقى تعالى. هخبي الحبل ده هنا عشان لو احتجته. تمام، خليكوا فاكرين يا شباب هنا في البلوكة دي، هنا كده تمام يا شباب. بوك الدايموند فقيرة أوي. بس اللي صنع البلد ده جامد جدا. او البيت ده جميل برضو. انا بقى عندي قصر في لا ايه افتكرت، الصين. عندي قصر وصل للسحاب، هوريه لكم ان شاء الله المرة اللي جاية. اما انا اجرت ده، انا كنت خبي قوي في الاول. خلي البلوك لو ما قبلت. انا هموت التعب. اعمل ايه بيهم يعني؟ انا عرفت هعمل ايه بيهم. هاتي هنا كرافتنج تيبل. ايه ناقص لي واحد بس. واحد بس. طب هشوف لو في اي حصان. اي حصان؟ اي حصان؟ في حصان هنا. اوه كانش قصدي. عمو عمو في حصان، في حصان. عمو عمو في حصان، في حصان يا عمو. في حصان عمو عمو في حصان. ما هي البقرة بتدينا. تعالى يلا نقتلها لو ما ادتنيش. ايه اخد اللحمة. اوعى هيجي لي تسمم. ايه القرف ده، كان لازم اشويها اصلا، انا جعان. ايه يلا، انا ما عنديش فرن، ما عنديش. واحنا في ارض مسطحة. مش لا ما انا بحبها. خلي البلوكة دي في مكانها، اقدر اصنع الارمور. واو ياه
بص خليه معايا. تعالى يا حصون، تعالى اقول لك ما ينفعش اركب. عايز اقطط الموت لذيذ. يلا انا بكره بقى هسافر في الصين واوريكم القصر بتاعي بجد. والله عندي قصر كبير جدا. ماشي يلا بقى هسافر، فلازم تمشوا. يلا سق 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 زق زق سق 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 سق. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. سلام.